جميعا بكل خير ومحبة وسرور. ها هي انطلاقتنا الثامنة، تمت بعون من الله تعالى وتوفيق شوطنا الثامن والخاص بانطلاقة وتحديات اللقاية القعدان هنا من هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة المنطلقين بتحديات هذه الأمسية التراثية الجميلة التي تابعنا فيها أيضا أشواط التحدي وأشواط الرموز. وأنذكركم بتتويج الفائزين برموز هذه الأمسية بعد نهاية هذا الشوط مباشرة، سوف يكون هناك التتويج في المنصة الرئيسية. نتابع مجريات هذا الشوط، وسيارة للفائز بالمركز الأول، جوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين العشرة. نتابع صدارة هذا الشوط، هو المقدمة والمركز الأول والمنطلق على الصدارة هنا أيضا بهذه الانطلاقة، مبعد المنطلق من هجن صيح السلام بقيادة سعيد بن سالم لينيبي، من يقدم على الصدارة وعلى المركز الأول. شاهين في المركز الثاني، هجن العاصفة مع غياث الهلالي، بينما المركز الثالث هنا القادم المختبر من هجن الرئاسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من انتزع أيضا الكاس في هذا المساء بالشوط الأول الرئيسي وكذلك بندقية القعدان المحليات. المركز الرابع يأتينا بهذه الانطلاقة نشوان هجن الرئاسة، ومتابعة هنا المستعيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، بينما المركز الخامس شاهين هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، والقدوم هنا من السهيل أو صهيل القادم بهذه الانطلاقة هجن الشحانية، مع أيضا هنا مضمر مواجه من انتزع البندقية في الشوط الأول المفتوح، هنا أيضا محمد بن خالد العطية، هنا المشاغب يأتي بهذا الانطلاق وهذا التحدي، بينما من الجانب الآخر هناك المنطلق مرحب لسمو الشيخ محمد بن زياد بن سيف بن محمد آل نهيان بركي بن بريك الرشيدي، من يتابع هذا الأداء المميز الوصول على المركز السابع هنا أو المركز الثامن بهذه الانطلاقة، والقادم العاصي لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع محفوظ بن خميس لينيبي، وعلى المركز التاسع والمنطلق بهذه التحديات الجميلة. هنا أيضا يأتينا برزان من هجن سيح السلام بقيادة سهيل بن مبارك بن مرخان لقتبي، وعاشر مراكزنا شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي. نتابع مشاهدينا الكرام التحديات، نتابع الإثارة بهذا الأداء الجميل. نعود إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول، إلى شاهين على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول هجن العاصفة مع غياث الهلالي، بينما من الجانب الآخر المتسلل هناك المختبر هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من يقدم على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي. صهيل يأتينا على المركز الرابع من هجن الشحانية بقيادة هنا المضمر محمد بن خالد العطية، من يقدم في هذا الانطلاق الوصول من العاصي لسمو الشيخ الذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن قميص لينيبي في تضمير أبو ناصر الزعيم العيناوي، يأتي بهذا الانطلاق والتحدي. من الجانب الآخر هناك المنطلق مرحب لسمو الشيخ محمد بن ذياب بسيب بن محمد آل نهيان، هو بركي بن بريك الرشيدي في التضمير شاهين القادم هجن العاصفة مع غياث الهلالي، الوصول كذلك مع مخلاب لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع علي بن يمعة بقميص القويص السويدي في التضميرة العاصفة
وهجنها أيضا القادمة. هذا الانطلاق والتحدي الجميل هنا مع شاهين وغياث الهلالي التضمير والقادم هنا القادم القادم متعب من هجن الشحانية بقيادة جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري من يقدمه. نعود مشاهدين الكرام بعد الكيلو متر الأخير إلى الصدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول إلى شاهين على الصدارة على المقدمة هجن العاصفة مع غياث الهلالي. ولكن المتسلل المتسلل العاصي 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 المتسلل ولكن عاد شاهين شاهين آخر يزج به العاصفة في هذه اللحظات إلى الصدارة وإلى المركز الأول. هنا شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي العاصي في المركز الثاني لسمو الشيخ زياد بن محمد بن زايد الهيان مع محفوظ بن خميس لينيبي المركز الثالث والقادم بهذه الانطلاقة. الله الله هنا يأتي متعب هجن الشحانية بقيادة جار الله بن محمد بن عقيل المري من يأتي بهذا الانطلاق ويتسلل من مركز إلى مركز. ولكن شاهين على الصدارة شاهين على المقدمة على المركز الأول صامد على صدارة هذا الشوط. شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي متعب يحاول بالفوز متعب هنا من هجن الشحانية مع جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل لبرنس يقدم والتحديات الأخيرة. ولكن شاهين 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 هو الأقرب الفوز. تهانينا لهجن العاصفة على فوز شاهين بالمركز الأول. تهانينا غياث الهلالي المركز الثاني متعب هجن الشحانية المركز الثالث شاهين هجن العاصفة المركز الرابع. أتانا العاصي لسمو الشيخ زياد بن محمد بن زايد آل الهيام بينما المركز الرابع وصل هناك في هذه الانطلاقة. المركز الخامس هناك صهيل صهيل من أتانا من هجن الشحانية بقيادة هنا أيضا المشاغب. ونعود إلى التوقيت الزمني 7:22 خمسا من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدام شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي. المركز الثاني متعب 7:22 هنا بـ8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا هجن الشحانية تهانينا للبرنس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري بينما المركز الثالث شاهين 7 دقائق هنا أيضا 25 ثانية جزئين من الثانية هجن العاصفة مع غياث الهلالي. وإلى تتويج الفائزين.